سيكون الأمر كارثيا. يحب الناس الدردشة. أمك تحب الدردشة. هات الدكتور عشان يخيط. ما أقدرش غير اللي أب. هذا الحفل قد يكون أهم حدث في حياتي. آه، وهذا يعني أن حياتك تافهة. ما أشم الآن؟ قمامة. ربما هو يوم جمع القمامة. هذا يعني أنهم سيأخذونك. خذ معك كومة القمامة هذه. مستر سلطة، لا يجب أن تتحدث عن شفيء هكذا. الحيوان الأليف للعمل. لا أحتاج يوما خاصا لهذا. شفيء يحضر كل يوم. إنه معدن فولاذي جميل. لما لا تخبرني من الذي أعطاك إياه؟ إنها أمك. كم أحب البربل نيربلز. هل تعطي سيدة جميلة عينة مجانية؟ طبعا. أين هي؟ أرسل الآن على هذا الرقم. أي رقم؟ الموجود أسفل الشاشة. أي شاشة؟ واو، شكرا لأنكم أظهرتم لبامبل بي كم أنتم سخفاء. نحن من مستشفى الحيوانات في المنطقة. بلغني أن هناك حيوانا يحتضر في المكان. عجيب الموهبة. ما رأيك في هذه؟ اسمها جرأة وفخامة. أنا أفضل أن تكون في القمامة. أسيب المكان وأمشي ولا أسيب الدنيا كلها وأمشي واضرب نفسي بالرصاص وارتاح منكم؟ إنه أقبح عن قرب. طالع في نفسك من يحبك؟ طالع في جوالك من يحبك؟ تلقى ما حد يحبك، ما حد يسأل عنك، لأن شخصيتك مقرفة. وابدأ في الطهو. لكن يا مستر سلطة، لماذا؟ حسنا، فقط انظر، سبونج بوب لديه سروال طويل وأنت ليس لديك شيء. اشخاص